كافان كاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. تتكلمون على المنصب الرابع والشابير يا إما في الأغلبية يا إما في الأغلبية وهكذا بالتصدع والانشقاق. فعوض هذا المشكل تخليوه برا وتخلوا المشاكل ديال الدراويش هنايا اللي في مدينة طنجة أولا كيعيشوا واحد المأساة على الصعيد المحلي، البناء العشوائي موقع، الحركة التجارية الاستراتيجية. بالنسبة لي سيد الرئيس، أنا قلت مرارا وتكرارا بأن مدينة طنجة مهددة أولا بالعطش، ثانيا هناك الزلازل في واحد الدورة بأن البناء العشوائي وهالطابور، قلنا بأن حاميها حرامها. هاد المشاكل اللي عندكم خصوصا حضرتكم جيبوا لنا شي مخرج في هاد مسعيد، درجوا لنا هاد المنصب الرابع شكون اللي غيتكلم عليه واللي غيصوت عليه مرحبا والديمقراطية، ماشي كتجيبوا لنا حنا اجتمعنا في المقر فلان فلاني وجلسنا في المقر. بس مدينة طنجة ما كتسناش انكم تقولوا لنا المشاكل ديالكم الخارجية، المشاكل ديالهم اللي كيعيشوها، هذا هو اللي خصنا نركزوا له. ودابا السيد الرئيس والطوموبيل والمازوت وعلى